بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، وعن كل احترنا بشي رمضان، شهر رمضان الكريم، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. وعن سوكارنا أيها الأحبة، طبعا كي يقدم بعشر الأخير، عشر الأواخر من رمضان، طبعا كي رمضان يقدم بأيان سوكارنا، طبعا كاسو فضيلة بدن باكوشرته، أجر بدن باكوشره، إلهي سبحانه وتعالى طبعا كاس حيالة خاصة أيا ربي أقون دي يو ربي أسميي نبي ونوات المامي طبعا كادم بي عبادة النبي ولا ولا أجري إلهي وحولي سبحانه وتعالى طبعا كاس وعاكو جرته همين ليلة ليلة القدر همين كاس نحوك خير بدن يها كم بلو وآن ليلة القدر أهين ويسن كجرين إلهي وحولي سبحانه وتعالى كتاب كيسا مبينكا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الإخوة، همينك ليلة القدر جاه إلى هيوح الضورتي إنو كنحشرو بشهر رمضان هادانا طبان كدنبي هادانا ترى إسرير كوبي يلواتن سدح يلواتن شني يلواتن تضبي يلواتن سغالي يلواتن ترى دا إسريرا أي نبي نوغشيغ صلى الله عليه وسلم ونعم دونتا وعوي وسيد سيدة الليال سيد الليالي وهي على الإطلاق همين ندى إلهي وأبو رؤر لن سندك همين كأغو فضلق بدن وهي طبان كانونا وطبان كهمين أو همين ندى أغو فضلق بدن حتى عشر ذي الحجة طبان كاللباد أو ذي الحجة طبان كان كفضلق بدن مركي اللي يرى همين ندى طبان كان همين أو كتشرتا شهر رمضان الكريم عشر الأخير يعني أواخر من رمضان أيا وحي كفضي بدنتهاي عشر ليالي ذي الحجة طبعاً كحجك همين ندو ذا مالين تماها همين ندى همين ندان إيه كتشرة رمضان كأيا كفضي بدن أما مالمها طبعاً كمالموت أو ذي الحجة وحي كفضي بدنتهاي طبعاً كمالموت أو عشر الأخير من شهر رمضان طبعا كمال موت أو عشر رمضان طبعا كمال موت أو عشر ذي الحجة كفضل بدن أما طبعا كهبين أو عشر من شهر رمضان أي فضل بدن طبعا كهبين أو عشر ذي الحجة هبين هذا طبعا كتنا فضل بدن مال مهنة تاسع فضل بدن هذا هو صحيح. إلهي سبحانه وتعالى فضلك ليلة القدر مركا سو قابلنا أن سو اقتصارنا وحاوية وحاكتشرة وحيالها سو صعودة كو مركا أقوه الرئيس وهمينك إلهي قرآن كسودة شيء ليلة القدر أو إلهي لإنا أنزلنا في ليلة القدر ليلة القدر نوحي كتشرتا حساب تأسدير أو طبعا كتشرتا أي كتشرتا كوب يلاباتن سدح يلواتنك حتى أن شيرني ليلة القدر أيها كجرته همين كاس إلهي سبحانه وتعالى وهمين قرآنك أسودك أو أمد مسلمين تهو أي ليبانتي أو حمانتي إيا جهلكي إيا أصنامتي وحي العابدي إيا خرافاتك إيا مخلوق العابد أي كحرودي أي كتكتي أو إلهي سبحانه وتعالى عبادي سأحرودي أي كحرود من عبادة العبيد إلى عبادة رب العالمين رب العالمين كإن لعابده أي اللوح روبي وقرآنك هل كاسكو سودكي قرآنك وحو سودكي ليلة القدر لما أنتي وحو كسودكي من اللوح المحفوظ
إلى بيت العزة في السماء الدنيا بيت العزة بيت كليرا أو كويا لا سماء الدنيا سماء الدنيا كويا أي قرآن كالقصوت لما أنت جملة واحدة هل كاس هل مر هل قصوت تي هل كان مر هل مر القصوت تي أي كذب قرآن كوي قصوت دقي ترتيب ترتيب حسب الوقائع والأحداث كل بق وحلو بهني هاي أي جبريل نبيك كسو تتيني على مدى 23 عاما سدح يلا با تنسانو أي قرآن وساس كسو دقيي مركا قرآن وساس كسو دقي سد أحاديث صحاحة أي شيء يسو وايا قضب كلابا دوا كاس وإلى هاي أسو دتي أولي يهمين كاسا سو دتيني ليلة قطر وفي رمضان وايا قرآن كنا رمضان وسود سيد إلهي لي هاي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قرآن كوي سود دقي همين كان رمضان اللي تقتل ويا كجرت همين كان رمضان عمل كلا سمايا هنا عمل كلا وكف عن يهاي أجر كلا جهلا ينا أجر كلا وكف بدن يهاي روح عمل فلا يهونا روح يعني طبعا كاس آن هاي وكف بدن يهاي وكون أكسن يهاي وعوي قرآنك كريم كا مركو سود دقي دمان حتى الإنس والجن ويقبلين ويقاتين إلا معاندين تي كفار مكائية انتي كالو سرع دو قولم دم هاني تنكوا مغلي فآمنوا وولوا إلى قومهم منذرين قوم كودي بآدن أيكو دقا يا تنكوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا وكوير يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا سورة الجن واتكجرته وعوي قرآنك كريم كاه انت بضان ورميان لكن وحوي وهو حبل الله المتين وحرق إلهي أو أدك لنكي قبصدا لدق أمله يعني مالح مقبصا ماشي هو ناكسن هذا قبصدي وهو حبل الله المتين وحرق إلهي أدك وصراطه المستقيم وشتك إلهي أو توسن شت توسن هداد ربتيد شتك قرآن كوي شتك أن قرآن كهين أن هديك النبي كهين وعوج ومسدود وحرين هاي لكن كان قرآن كوا شت توسن أو شندي كوكين هي أو ردد إلهي كوكي يبو هاي هل كوي قرآن كهل كود دالو وهو الفصل ليس بالهزل وهو يحق إيا بادل كوكرا تراه قرطة لغوقة هذا محكمة وهي أساوح لغو محكمة هي محكمة كلا إيا كتاب كلا وح لغو حكميو متشروه أساق وهي إلهي ونوسو ديتي وهو الفصل ليس بالهزل وفصل بين الحق والباطل يفرق بين الحق والباطل باطل كأي حق إيا لغو كلك إيا ألغو نسوعة كتاب كقرآن كه كتاب قرآن كو وكا من ابتغى الهدى من غيره ضل ننكي هانون كرادية أو خير كرادية أو إسراء قرآن كميل أنا هنا فائدة كترتا إنت قرآن كيلا براي إسله وحمه يسيد بالميل كالرادي أو معيشة دي أرساق ينول الدنيا أتكهشد وحكست الرادي وكوب النايين لكن ولد أغاتا قرآن كينو يهي متك كلية أو هنوك إيا هداية إيا توصنان تورا أو رضا إله الوقاري إيا رمينة النبي صلى الله عليه وسلم ومن احتكم لغيره زل قرآن كوحان هاي ننكي اسكو حكومة اي حكم الراسدة اي هذا قرآن كما في عنا اما سحكم كي سنيه معد عدا اي حكم كعد عد او قوانين توضعها او كلا يا او ساب سابين تأيو مصلحة ايو وحاوية كصاب سن كاسن آدينا قرآن كحبو كلا ترية ما آدي كرنو ولو أننا كتمنا عليهم وحاوية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما خرمين طبعه إلى الله قاسم كتاب القرآن كحكم كيس إيا وحون أمري إيا وحون نوشيق إيا وحون وحكم إيا إيا ننك نوحكم إيا إلى آن خرمينه إيمان ربنا لك مهلين هذا ترى هذا إلهي وخرم السنة وتكنية وسومي لكن حكم القرآن مو ناك سنة خلاص بناك جرتا كتشو بناك جرتا لست من طريق أهل الجنة وإنما أنت من طريق أهل الشقاوة والضلال والزيق
والانحراف ها ما هي قرانك الهي هدات ترى هديت نوم الصبد انا اسكح كنه ميا من احتكم لغيره زله وابتدى حقه هيت او ربي لو ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شت كلامي بسارن يهي او حقا او عدالتا هكا بحين هدات كب حديد بابور كاغو بنشريا وحوي مصبار بمدية بلاهي توي وحبا شتك كو قلي كا رفلو كا ماركت ايا كنا بتقلي اضرب بنان هيلي كرا محبة بعد سارو يرنك أذو قرآن كإله يلي كرا أو إسكو حكوم كرا أو معان سكرا أو كنق مكرا أو أمد كنق مكرا محبة نانك جيي وردد الصبل الضلالة دريق الضلالة محاك بكر دي ما قرآن كقادرنه من ومن احتكم لغيره زل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وياه وأهله أهل الله وخاصته قرآنك ددك يسو وددك إلهي وددك إلهي خاص كوها أهل الله هم أهل القرآن هم أهل الله وايهي إلهي سبحانه وتعالى قرآنك ددبك قرية لدبنا خوص أقول يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين وهو حفظ لأهله في الدنيا من الضلال وفي الآخرة من الشقاء نسأل الله السعادة في الدنيا وفي الآخرة نمبر كسدحات وهو تعظيم الله تعالى لهذا القرآن الكريم إلهي وحوين أي قرآن كريم كا أوكر إلهي أقاضي سبحانه وتعالى مرك إلهي أويري إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلهي وحكم مقعابي ليلة القدر بربكم مقعابي لأن لها قدر ومكان عالية ومنزلة سامية وهو وحي لهذه شرف إيا ماموس إيا مكان سرية إيا منزلة سامية أي لاذهي مركا قرانك شرف تاس إيا وناقا سولي هاي وأوي أن الأرض تضيق لكثرة الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض فيها فلها قدر وللعمل فيها قدر وللعامل فيها قدر ملائكته سيدا قرور حوك لا أي همين كليت قتر يجا أسود دجن يسا رولك أردن أي سيداس وما شين يسا وأشوكتا ودتك اللودن بالنافية وعوي همين كاسو قدر ولي عمل كنا وحلي شرف يا ماموس قاره ولي روح عمل فلي أنا شرف قاره ولي مركا أما قدرها حق شرفت إذا أي وناك أي لا ذاي الله نوم قعب الله وحلي وما أدراك ما ليلة القدر إلهي وحكم مقعابي ليلة مباركة أو إلهي ولي سورة السدحات من سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة نعم والليلة مباركة وهمين ونكسن وهمين لودي يرقروبه وهي كتشرتا طوان كتن بترادة إسلير أي كتشرتا إنا تسود إنا إنت لودي يرقروبه أي الله رباه رقي سلف كها أبو أيوب السقستاني إيا ثابت البناني أبو لبابة رقاص أوردن همينك أي تاي تطبيا لباتنك سيدا أقول راجح سنة وشيق دونها أرجح الأقوال إلى أنها ليلة السابع والعشرين سبع وعشرين تطبيا لباتنك وي سيداس أي أبي بن كعب صحابي جليل كاها نبقى شعلا نبقى نقود شعلا وقرآنك أكدل أخريي أويري إلهي با إصو أمري إنا سورة البينك ودول أغريو كما في صحيح البخاري أيا شيخ وحيري والله وأقانا وتطبير لما تكبشا مرا استثنون أو مرهن ساس وساس ساس لكن إيا مقلين تطبير لما تكبير رقان سوشيون كلانا وكل راعين أما إمامنا الشافعي رحمه الله أسقو وحوئي شيء إلى أنها ليلة الحادي والعشرين والثالثة والعشرين أي يروح هنا يسأل الذي يسأل أي علامة كالسغنادي النبي صلى الله عليه وسلم أي وقت كالسغنادي وعوية همين كاس فضل كاس ولي قرب كسدحات خير من ألف شهر كم بلوضي كخير بدن تاي كم كابلد وحوي سديت إيا ستح سنة إيا أفر بلوض وي أون ليل في قدر كتشرين عمره قاب ومركو هاي أيها الأحبة تطبات لحدا وحاد كتشرة شن إيا طبانكي فانقاركا
مركز انت كلا وحا كله فاني سديتن اي سدح اي افر بلوت ايات كله فاني ناتج كو صبحا ايا كويا لا عند الله سبحانه وتعالى اكونك يا رقم الحسابك وحاكو قتر انتاس او سنو ايا كو قترت وفضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. همين كاس وهمين عجيبه سيدا ان لو قادا الربا وعوين نمبر كافراد همين كاس وهمين اقدارت الهي وعلى وحي بشان رمضان الى بشك الوحي دعيا وروح كل عاي بن ادم كاه وهمين كالقرشي وي او ربي او قدره وحي خيره وحي شره وحي اولاد وهلي وحسن هلي وحا فخر لقا دقيا وحا غني لقا دقيا وحا دمانيا وحا نولانيا وهكذا همين كاسوي مركه همين كو همين قطر رجي ان سو شيغني ثابت البناني يا ابو ايوب السقستاني يا ابو اللبابه يا ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرم الذي فر من القضاء حكم كيو كعرري ان نكون ما انت حكم كيان اسكو دلينا وكعرري انت اللي يرقالي بالغا دغيا ومشار بالغسينيا ماشان حديث محدث كي وحوها رجي ايه سند كتر رجال البخاري مسلم ها سندك أبو عبد الله بن زيد الجرم مركاسو عربو كعربو مربو آخر هذا إذا في السنة الدنيا وحبت رمائي ورضوا بالحياة الدنيا الدنيا ذا يرتوي واضمأنوا بها. الله أكبر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين عن آياتنا غافلوا أنت يرتهر لكي نعمة يبرواق ذي وهي آخر شرنا واسكن عن مربنا دلال كان ربنا آخر من الشيدة ورادونك ويريها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نلشى الدنيا آخرة مرك الغفر وحي رواي وحي يركا إن الدورت كدورت آخرة ذي وين ذوي. الله أكبر وحوي وكل ضرية وحوي همين كاس وهمين كما لأكتو أي سود دكتاه وحال وشرف يا دتك عاملين تا او الهي سبحانه وتعالى عابدية ملائكتنا الرحمة بلسو دقيسا مؤمنين توي ايكم مجالس ذكر جوغا اي لغو سو دجيني اي سو دقيسا ايمانيسا الهي وحلي سبحانه وتعالى يا ملائكتي اشهدكم انني قد غفرت لهم حديث امام بخاري كتاب الدعوات ملائكتي ديي وحان اذن شيقي عاو مرقاتين تكاقنقيا دتك سجود يا ركوع يا قراءة القرآن يا ذكر الرحمن كتشرا دم بودي ونافي صلاة سو حاضرية وحديث كلاها من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه آمين تم ملائكة نك آمين تيسو وافق ذو دم بقي سو ونافي طبعا ووافق مركي فاتح هذا الآخرين مركي ودعي سنه ملائكتنا آمين بيلاده دعاء بضية وخاصة في وقت الإفطار مركز أفريسا دعاء بضية واي وعوي دعاء إلا بضية ومشروع ومطلوب في الليل والنهار طبعا كدب خاصة أوتار تأية تراد إسرائيل خادنا خاصة ورهلا بضية ما أيضا كلفة ولا ليالو أنت فلك درك يا شيخ هذا يا بحبح هذا يا دخ دخ هذا يا محال الشيخ يا فيسبوك فير ورحال كان فيسبوك الهي بوحك استكون اكسر ها فيسبوك الهي يا انترنت الهي اي وحك استكون اكسر معنا فيسبوك هو محي وعلى سبيل المثال اذن سنة تصالحان اما قرانك وحد اركيسان تمثيل يا وحا وي صورة إلهي صورة وين أولية مهما هي وعنكبوت يا وحا وي بعوضة وحاس إليكم مهما هي لكن تاس قرآن كوا دتك عقل وهذا وحل وتصية هذا وحا وي فيسبوك والقرآن كان فيسبوك هذا في عن وكون أكثر ليلة القدر وحا وي إنترنت قرآن كآخر وحد هليسا هلك حرف بالطبن حسنو حرف هو محي وحا وي ألف با تا ثا هلك حرف بوحد هليسا طبن حسنو مركات اخر سيد فاتحادر امي سويه وهوي كن إيه انتاس او حسنات هليسا مركات جزء اخر سيد امي سد هليسا هلك حرف كله ملايين حسنات بد هليسا لكن هل ساع مركات فيسبوك انترنت كل جرتين ما عاد هالشيء ان الدال يا تعبان يا عرورتي يا كاسي حويد يا ولادي كل واد طاهري ولادك ولعي ود عاو انترنت كل شرع عاو حق المسلمين تاو حق اهلك عاو
waxa weeye in habeenka lagu dadaalo oo tobanka dambe guntakan isha la iskaga dhigo oo waa fursad dahabiya oo waxa weeye inay soo noqonaysa in kala ma ogid ayuhal axibba ha lagu dadaalo ha la dadaalo ducada ha la badiyo ducada iyo istikfaarta ha la badiyo darsigeena intaas ku dhan yahay wallahu aclam.